يعني أنا بدي أتشكر الوزير الياس مصعب دولة الرئيس، لأنه عم من خلال مداخلاته عم يفسح لنا المجال لنرجع نعيد مقاطع بس من هذه التحقيقات يلي أنجزنا فيه شغل أجهزة أمنية بلبنان ما فيها تشتغله، ويلي كشفنا فيه أمور شركات تدقيق كلفتها دول المانحة ما قدرت توصل له. أنا بتشكرك خي، كل مرة أحكي عن ملف وزارة التربية مشان نحن نرجع نحكي بالموضوع. وبوقتها شو كان الجواب؟ أجندات، عندهم أجندات بالصحافة الاستقصائية. صحيح، هلا بنشوف إذا عندنا أجندات ولا لا. بس المهم، المهم خلينا نقول لكم ليش وقتها نحن كنا عم نحقق بهذا الموضوع، انه ليه فكره انه في اموال مش مبينه وين انصرفت وقديش انصرف اموال وشو، ليش التضخيم يعني باعداد الطلاب، يعني الادعاء الغير حقيقي عن عدد الطلاب الفعلي شو خطورته. خلينا نحضر هذا المقطع يلي هيك بيلخص الفكره قديش الدوله كانت تقبض على كل طالب غير لبناني بالدوام الصباحي والدوام المسائي. يقوم برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال الرئيس على معادلة تربط ارتفاع المساعدات المالية بارتفاع عدد الطلاب السوريين في المدرسة الرسمية، وعليه نص الاتفاق مع الدول المانحة وتتقدمها ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحصة وازنة. نص على تقاضي وزارة التربية 363 دولارا عن كل طفل سوري ينتظم في الدوام الصباحي، و600 دولار في الدوام المسائي الذي استحدث خصيصا بذريعة عدم قدرة المدارس الرسمية على استيعاب الأعداد الهائلة من الطلاب السوريين في دوامها الصباحي. هذا يعني أن كل طالب إضافي يعادل 600 دولار إضافي. لذا ولتوثيق عملية تضخيم محتملة في أعداد الطلاب غير اللبنانيين في الدوام المسائي، كنا بحاجة إلى تحديد أعداد المسجلين في كل مدرسة معتمدة للدوام المسائي، وهذا لم يكن أمرا سهلا. إذا نحن شو اللي عملناه وقتها يا ليال؟ جينا، وهذا الشيء مش سهل، يعني الداتا اللي هو يدعي إنه منشورة على الويب سايت ما كانت مسهورة بهالسهولة، كنا نشوف قديه دافعين لكل مدرسة لنحسب قديه عدد طلابها ونروح نعد الطلاب من دون ما نفوت على المدارس، يعني من برا ما نعده نشوف شو في كاشف عليهم. بس مخرج تاخد من عندي، لأنه مثل ما قلنا يعني عم ياخدوا على كل طالب كان 600 دولار بالدوام المسائي موزعة ما بين ديبريشيشن استهلاك أو استنزاف، صندوق مدرسة 160، صندوق أهل ومدرسة 160 دولار، ورواتب أساتذة، ورواتب أساتذة. اسمعوا منيح القصة، الأساتذة خصوص الأساتذة بوزارة التربية، ورواتب أساتذة 340 دولار، يعني في 340 دولار من المصاري اللي مفروض من هول 600 دولار مفروض يندفعوا للأساتذة. مش هيك يا سيد الياس مصعب يلي عم تحكي عن شفافية وإنه المصاري إجت وما راحت ولا محل وكله مصروف مثل ما لازم؟ أول شيء ضروري نخبركم ليش عم نحقق بهذا الموضوع، لأنه هاي المصاري خارج رقابة مؤسسات الدولة، دفعوها من برا هيك براني، كيف مثلا هذه شوطة روبرتو كارلوس اللي اجت هيك من برا القوس، هيك برانيات هو عملوهن ورجعوا ندموا الجماعة على القرار اللي عملوه، يعني الدول المانحة. هلا بنشوف ليش، بس انه نشرح لكم بشو بيقولون السيد الياس مصعب، مثل ما شفنا لما كانوا قاعدون حواليه، انه بليز يو هاف تو تراست ذا مينستري اند ذا بي ام يو اند ذا بي ام يو يونت، انه ما بدنا منقعد ما تشككوا فينا، بدكم تصدقونا. بس رياض هون فعلا الكذب له حدود، يعني الأهمية نقول انه بي ام يو هي انشئت بعهده. ايه هي دي انشئت، شو البي ام يو بس لنشرح لكم، عملوا ان جي او بقلب وزارة التربية. صح، عملوا ان جي او بقلب وزارة التربية، محاسبة لوحدها. ايه ما مهم، بس يعني مين بيمضي؟ السيدة سونيا والوزير بعتقد هذا مع يعني مع مراحل متقدمة، ومفروض يكون في دور لمدير عام كان شو اسمه فادي يرق، يعني في مكان ما. على كل طيب.